السلام عليكم أحبائي الكرام، أهلا وسهلا بكم في كلمة ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. إذن خلينا نأخذ كلمة اليوم في الدرس 128 وهي كلمة certain. certain سوف نتعلم استخداماتها في أمثلة وأهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس، ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو لجميع أصدقائك. كلمة certain، certain مؤكد، معين، متأكد أو متيقن أو واثق. طبعا تأتي بعض المعاني الأخرى أيضا، لكن هذه أهم المعاني لكلمة certain. certain certain. إذن خلينا نأخذ مثال أول حتى نتعلم كيف نستخدمها. I am still not certain about this. ما زلت غير متأكد من ذلك. اقرأ معي. I am still not certain about this. I am still، ما زلت، أنا ما زلت، not certain، غير متأكد، about this، حول هذا، عن هذا، إذن أو من هذا. I am still not certain about this. حاول تكرار العبارات 5 مرات حتى تحفظها بشكل جيد. I am still not certain about this. I am still not certain about this. مثال ثاني. Certain aspects of the report. Certain aspects of the report. جوانب معينة من التقرير. Certain تأتي بمعنى معينة. Aspects جوانب. Of the report من التقرير. Certain aspects of the report. اقرأ معي. Certain aspects of the report. Certain aspects of the report. ممتاز. أهم مرادفات كلمة certain. Confirmed. 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 مؤكد. Sure. Sure. أكيد، بالطبع. specific specific معين. specific specific. clear clear متأكد أو واضح. clear clear. إذن هذه أهم مرادفات كلمة certain. أما الآن حاول أن تضع كلمة certain في جملة، واستخدمها في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق حتى يستفاد منها الآخرون. استخدم كلمة certain certain في جملة. ممتاز، انتظرونا بالحلقة القادمة 129 مع كلمة مهمة جدا، كلمة chair. chair سوف نشرحها بالتفصيل، انتظرونا قريبا. شكرا لكم وإلى اللقاء.